السلام عليكم، انا اخوكم داستن ورجعت لكم بالجزء الثاني من الفيلم الغريب زي ما وعدتكم، وشكرا من كل قلبي للعائله الابطال اللي وصلوا الجزء الاول لاكثر من 14000 لايك. وبالنسبه للي يسالون داستن وين مختفي، داستن وين وجهك، يو يا بعد قلبي المشتاقين، تراني لقيتكم بالتعليقات. حبيت اغير لكم جو بعيدا عن الرعب بفيلمين حلوين تستمتعوا فيهم، فخلاص بعد هالمقطع راح اظهر واسلخ عقولكم بقصه رعب جديده. خلونا نقول بسم الله ونبدا. يا ليالي يا ليالي نستكمل أحداث قصتنا واللي تحكي عن نفس الكلاس اللي تم تكليفهم باغتيال معلمهم واللي يسمى بكورو سنسي. بالجزء الأول شفنا أنه هالفيلم فيه معنى عميق وجميل جدا يوصف العلاقة بين الطلاب ومعلمهم، ولكن يا صديقي عشان تتمكن من معرفة جوهر هذا الفيلم الحقيقي تابع هذا الجزء للنهاية، واللي من الممكن أن يصدمك. وللحساسين أمسكوا لي دموعكم لأن هالجزء حزين شوية، وإذا ما تابعت الجزء الأول فتحصل الرابط بصندوق الوصف. مر نصف العام الدراسي ولكن الطلاب ما قدروا يقتلوا كورو سنسي لحد الآن، هذا المدرس الغريب اللي يشبه الحبار واللي خطط لتدمير كوكب الأرض في يوم التخرج للطلاب. في بداية هالجزء نشوف كورو سنسي يسوي مقابلات مع الطلاب ويسألهم عن الأشياء اللي يحبوا يسووها بعد التخرج، لكن كالعادة الطلاب يحاولوا يلاقوا أي فرصة ليقتلوه. ومن بين الطلاب نيجيسا بطل الفيلم الرئيسي، لحد الآن مو عارف إيش هدفه بعد التخرج. يظهر كاراسوما تادومي ممثل وزارة الدفاع ويخبر الفصل إنه راح يكون في مهرجان مدرسي في نهاية الأسبوع القادم وراح يحضروا طلاب من المدارس الأخرى، بالإضافة إنه راح يكون في فرصة ممتازة للطلاب حتى يخططوا لقتل كورو سنسي لأنه انتباهه راح يكون مشتت، مما يجعل كورو سنسي هدفا سهل للقتل. ويقول إن وزارة الدفاع راح ترسل قناص اسمه ريد إيه، وبالتالي لازم على الطلاب إنهم يقتلوا كورو سنسي قبل ما القناص يقتلوا. يبدأ المهرجان ويتنكر كورو سنسي في زي مهرج حتى ما يتعرف عليها الناس، ولكن على الرغم من انه كورو سنسي كان مكشوف وهدف واضح للقناص، مع ذلك القناص كان يعاني عشان يصوب عليه. يبدأ العرض المسرحي للكلاس 3A، ومع ذلك الطلاب والقناص كان يواجهوا صعوبة في قتل كورو سنسي، والمضحك انه كورو سنسي قدر يكتشف وجود القناص وبدي يستهزئ فيه وشكره لانه حفز الطلاب على تقديم افضل شيء عندهم. وبعد نهاية المهرجان واحدة من الطالبات واللي تسمى كيانو قدرت تحاصر كورو سنسي باستخدام الياف مضادة لحركة المعلم. بعدها بدت بهجومها وكشفت عن مخالبها وهاجمت كورو سنسي بشكل وحشي، وبشكل مفاجئ تكشف للمعلم انه هي الاخت الصغرى لآغوري اللي كانت هي المعلمة السابقة للفصل، واتهمت كورو سنسي انه هو اللي قتلها وانها بتنتقم منه لانه قتلها. الطلاب تفاجؤوا من الشيء اللي سمعوه وانتظروا التوضيح من كورو سنسي، لكنه رفض يرد وقال انه راح يخبرهم بماضيه لما ترجع كيانو لصوابها، لانها ما تزال جزء من الكلاس 3A. تبدا كيانو تتذكر الحادثة من العام الماضي لما راحت للمكان اللي تشتغل فيه اختها عشان تسلم طرد، وفجأة حدث انفجار كبير في المكان. من بين الأنقاض شافت كيانو مخلوق له أطراف غريبة جنب جثة أختها، ولقت مذكرة مكتوب فيها أن القاتل راح يدرس بنفس هذه المدرسة. استعدت للانتقام وحقنت نفسها بمادة من المختبر حولتها لمخلوق له أطراف غريبة. نرجع للقتال الحالي، كورو سنسي لابس زي كلب مدري وش تهياله، وكيانو كانت تتحدى بقتال وبدت تظهر قوتها ومخالبها النارية، ولكنها تستنزف منها طاقتها وحياتها. كورو سنسي كان يسمح لها بأنها تهاجمه وكان يطلب من الطلاب أنهم يهدوها، نيجيسا يتدخل ويهديها، وبعدها كورو سنسي يفك نفسه من مخالبها. بعدها كورو سنسي لاحظ وجود رجل غريب في المكان وكان لابس أبيض وتذكر أنه هالشخص كان مع إيتونا سابقا. كورو سنسي واجهه وعرف شخصيته الحقيقية ويكتشف انه هذا الشخص يدعى ياناغيساوا، وهذا الشخص راح نتكلم عنه بعد شوي. بعد المعركه كورو سنسي قرر انه يعلم الفصل عن ماضيه ويكشف لهم انه كان بالماضي يعمل كقاتل ويلقب بشينيغامي من شده خطورته، وقبل عامين وبسبب قوته وذكائه استولت عليه منظمه بحثيه غير رسميه بقياده ياناغيساوا وخلوه حقل تجارب لمده معينه. والمفاجئ انه اغوري هي اللي كانت تراقب هالقاتل وكانت خطيبه ياناغيساوا. يمر الوقت وبدت تتكون بينهم صداقه. اغوري قالت له انها تعمل كمعلمه في النهار وانها تحب وظيفتها جدا، وكان حلمها تساعد الطلاب في الفصل 3A ليصبحوا أشخاص أفضل. وبأحد الأيام بعد عام واحد بالضبط من لقاء كورو سنسي وآغوري، اكتشف ياناغيساوا أن العين اللي اختبروها على القمر دمرت 70% من القمر، وهي نفسها اللي اختبروها على كورو سنسي ورح تدمر الأرض، فأمر بالتخلص منه على الفور قبل فوات الأوان. كورو سنسي عرف بهالشيء وقرر أنه يهرب باستخدام قوته الخفية ويعيش ليدمر نفسه بنفسه ويدمر الأرض. ياناغيساوا يقرر يهاجم كورو سنسي بسلاح خطير، ولكن آغوري حمت كورو سنسي بآخر لحظة، الشيء اللي سبب طعنها بالسلاح وموتها على الفور. هذه الحادثة خلت كورو سنسي يغير تفكيره وقرر انه ياخذ وعد على نفسه بانه يعلم الكلاس 3A. نرجع للوقت الحالي، كورو سنسي يقول بانه لا زال راح يموت في شهر مارس من العام القادم، ولكن هو يفضل انه ينقتل على يد طلابه بسبب العلاقه الحلوه اللي كانت بينهم خلال الست شهور الماضيه. وبعد ما الطلاب سمعوا هالقصه الحزينه كانوا مصدومين وعاجزين عن الكلام تماما، وما كان في اي طالب يخطط لقتل المعلم خلال العطله الشتويه.
نجيسا قرر انه يلاقي طريقه ينقذ فيها كورو سنسي بدل من قتله، لكن الكثير من الطلاب عارضوه ومنهم كارما، وهذا الشيء خلى الفصل ينقسم لمجموعتين. يظهر كورو سنسي فجاه ويقترح على نجيسا وكارما انهم يتقاتلوا بمعركه ليحددوا مين الجانب اللي راح يفوز. بدا الطلاب يشاهدوا القتال. في النهاية وبعد قتال طويل تمكن كارما من التغلب على نجيسا وكان راح يطعنه، ولكن كارما استسلم فعلا لما شاف إرادة نجيسا القوية لإنقاذ المعلم. تمكنت ريتسو من جمع كل المعلومات السرية المتعلقة بكورو سنسي، واكتشفت أنه من الممكن صنع دواء ينقذ معلمهم، وحتى يجمعوا الطلاب معلومات أكثر تسللوا لمختبر ياناغيساوا وقدروا يسرقوا ملف من هناك. بعدها يبدأ بالعمل على صنع الترياق بناء على البيانات اللي سرقوها من مختبر ياناغيساوا. بعد لحظات قليلة تمكن الفصل من إكمال الترياق وصار جاهز ليعطوه لكورو سنسي. بالجانب الثاني قررت الحكومة انها تستخدم شعاع ليزر من الاقمار الصناعية لتقتل كورو سنسي. وبينما كورو سنسي كان لحاله بالمدرسة، تادومي امر بتحويط المدرسة بحاجز مضاد لهذا المخلوق وخلاه محبوس بداخل الفصل. وقاموا عملاء الحكومة باختطاف الطلاب وحبسوهم في نفق. وضح لهم تادومي انه سبب الاختطاف هو لحتى ما يسووا اشياء سخيفة وخطيرة ليساعدوا كورو سنسي، ومع ذلك قدروا الطلاب انهم يهربوا. واثناء الهرب قابلوا تادومي واللي ما منعهم، وبالعكس شجعهم على مساعدة كورو سنسي. وحتى أرينا ساعدت الطلاب وقدرت تشتت انتباه الجيش بإطلاق نار عشوائي. وبعد معركة ملحمية مع الضباط العسكريين وصلوا الطلاب للفصل 3A والتقوا بكورو سنسي. أعجب كورو سنسي بالجهد اللي بذلوه لحتى ينقذوا حياته. الطلاب أعطوه الترياق وأجبروه على أنه يشربه، ولكن فجأة يظهر ياناغيساوا يا أخي وش هو الاسم هذا، ويقول لهم أنه خدعهم لأن الملف اللي سرقوه من المعمل كان مزيف، ويقول أنه راح ينتقم الآن من كورو سنسي على اللي سواه من قبل، ويبدأ يحقن نفسه بحقن اصطناعية ويحول نفسه لكائن مرعب وكان أقوى بكثير من كورو سنسي، وقام بتمزيق كورو سنسي. كيانو حاولت أنها تحمي كورو سنسي وهالشي تسبب بطعنها، فكورو سنسي بدأ يشعر بغضب شديد لأنه تكرر معاه نفس الشيء اللي صار من سنتين، وأطلق شعاع ليزر قوي جدا على ياناغيساوا وقضى عليه. وهذه المرة تعلم من الخطأ السابق وقدر يتعلم كيف يسوي عملية جراحية وأنقذ حياة كيانو بقدراته العجيبة. بعد نهاية القتال كورو سنسي صار ضعيف جدا وقال للطلاب انه هذا هو الوقت المناسب ليقتلوه، وطلب منهم يقتلوه قبل ما ينفجر شعاع الليزر ويقتل الجميع. نجيسا يقرر انه هو اللي راح يسوي هالشي. الطلاب مسكوا مخالب كورو سنسي، وبعد ما قال كورو سنسي كلماته الأخيرة نجيسا يطعن كورو سنسي في قلبه، وبدأ كورو سنسي يختفي ويتحول لجزيئات صغيرة من الضوء. اكتشفوا انه كورو سنسي كان هدفه انه ينقتل قبل ما ينفجر ويسبب تهديد للكوكب. في النهاية الرجل اللي كان يبدو هو الشرير طول القصة في الحقيقة كان هو البطل، على الرغم من أيامه القليلة اللي قضاها على الأرض إلا أنه حقق منها أقصى استفادة وقدر يلهم طلابه ليكونوا أشخاص أفضل بالمستقبل. نجيسا قدر أخيرا يعرف هدفه وقرر يصير معلم للفصل. كيفني بس وانا اجيب لكم قصص اسطوريه تمتعكم بالله ما استاهل لايك. وابطالي اللي وصلوا للنهايه اكتبوا لي كملت الحلقه للنهايه، وبعدها كلمه سر جيشنا عائله داستن معاك وبظهرك. وخلاص ما بختفي عنكم اكثر، الحلقه الجايه راح اظهر ونرجع بقصه وراح اصلخ عقولكم من الرعب. لا تنسوا تضيفون علي انستا، حسابي راح يطلع قدامكم، هناك نسولف وناخذ افكاركم للمقاطع ونسوي فعاليات واشياء حلوه مره. وبالنهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كان معاكم اخوكم داستن واشوفكم بمقطع جديد.